اي لا عارفه. السلام عليكم طلاب، عليكم السلام ورحمة. الاعداد واضحه؟ أي واضحة. شكرا شكرا. صباح الخير طلاب، صوتي واضح عندكم؟ صباح النور، إنها واضحة. أنا دكتورة أبرار. اليوم راح نبدأ أول محاضرة بالهيم ميتابوليزم. طبعا الهيم ميتابوليزم راح ينقسم إلى 3 محاضرات. أول محاضرة راح ناخذ صورة عامة السنتسيس مالته، باتر راح ناخذ محاضرتين عن أني ديفكت، الديفكتس اللي تصير بالهيم سينثيسيس والديزيزز اللي راح تنتج من هذا الديفكت. سو نبدي المحاضره، راح ناخذ بالبدايه الهيموجلوبين. سو وات از هيموجلوبين؟ اتس ا هيمو بروتين whose primary function is to transport oxygen from the lungs to the body tissue. يعني شنو من هيم ومن بروتين؟ The primary function يعني احنا الهيموغلوبين موجود بجسمنا على مود بس ينقل الاكسجين من اللنج للتشيو، هاي وظيفته الهيموغلوبين. The structure of hemoglobin. الهيموغلوبين consists of 4 heme molecules. So each molecule أو each hemoglobin بيحتوي على 4 heme molecules. هاي المولكيولز covalently linked to 4 من مثل ما قلت لكم polypeptide chains. هاي chain وهاي chain for these two هسه راح نجي ناخذها. كل تايب ثابتة عندي، هاي التايب بوليبتايد تشينز. هنا عندي بالسنتر تشوفون هذا الستركتشر، بالسنتر اكو شنو؟ اكو عندي دكتورة الصورة متوقفة والصوت يقطع. This is the heme. هاي من النفس. دقيقة شوية خلي اشوف. هسه ما جاي تقلب؟ لا دكتور ها ما طلاب، تحرك. ما قلبت ما جاي تقلب عندكم السلايدات؟ لا ما دكتور تتحرك؟ نفسه. اوكي دقيقة بس.
بس الباورمنت تسجلي ورجعي فتحيها نسوي لها شير من جديد بالجسم. انتي غير لحظة صوتين اللابتوب شو أنا بعد صوت زين اللابتوب. مع التركي نسوي عندي. طلاب هسه المحاضرة أوكي طلاب شوفوا السلايدات. نعم نعم دكتورة دكتورة نشوفها. تمام أوكي. هسه جاي تتحرك عندكم نعم تظهر دكتور تتحرك تتحرك. أوكي أوكي طلاب هسه أرجع لكم على الأستاذ اللي قبله. أوكي so this is مثل ما قلت لكم we have two alpha chains and two non-alpha chains. بالنص in the center شنو راح نشوف؟ اكو هيم. This هيم consist from همينة two parts. Consist from a structure called protoporphyrin راح ناخذه بعدين نهاية المحاضرة. نشوف اكو iron. هذا iron. In the ferrous oxidation state. يعني Fe2 plus. يعني Fe
2 بلس، هاي تنتبهون عليها، يعني خاف اجيب لكم بالامتحان مثلا اف اي 3 بلس، هذاك يختلف، هذاك فرك فرك، ذاك المختزل. هنا شنو؟ هنا فرس اوكسيديشن ستيت، فرس 2 بلس الايرون اللي موجود بالهيم. اوكي سو normal types of HB in adults, we have three main types in adults. The main type of HB is HBA1, consists of two pairs of globin chains, اللي هي شنو؟ اللي هي alpha and beta. So we have two alpha and two beta. And this is the most abundant hemoglobin in our body. يعني راح تشوفون 97% of the hemoglobin هو HBA1. أي طبعاً تشير إلى adult، كلمة adult A1. The other type of hemoglobin which is also found in adults but in a small amount اللي هو HBA2. HBA2 consists from two alpha chains and two delta chains, and this is constitute about 2%. 2% of the hemoglobin is HBA2. Other normal types of hemoglobin that found in adults, we have an HbF. F يعني fetal. HbF consists from two alpha and two gamma chains. This type of hemoglobin is present primarily in the embryonic life. يعني احنا normally بالchild بالembryo مو بالchild بالembryo نشوف HbF عند abundant وال HbF. لكن this HbF راح يختفي disappears. مو entirely disappears, no. راح يصير له replacement by HbA by the age of 6 months. يعني الطفل من يصير عمره 6 أشهر، يعني إذا طفل تو مولود سويتوا له HB variant أو HB يعني analysis لل HB راح تلقون عنده HbF، لكن لما يوصل إلى عمر 6 أشهر راح يصير له replacement هذا ال HbF، وراح يكون يبقى بس فقط عندي 1% of the HB in adults. طبعا هاي البرسنتجز كلش مهمة عندي، لأن بعدين من راح ناخذ الديزيزز اللي راح تصير يعني افكت الهيموغلوبين، هاي النسب راح تشوفوها مختلفة عن هاي النسب الطبيعية اللي موجودة عندنا. راح تشوفون البيشنتس تكون عندهم نسب مختلفة، إن شاء الله ندرسها بالمحاضرات الجاية. Okay, so we have three types of hemoglobin in adults: HbA1, HbA2 and HbF. The physiological role of hemoglobin, يعني احنا كل شيء بالجسم عندنا له رول. الهيموغلوبين الايرون in heme، قلت لكم in the center of the heme is normally in the ferrous state اللي هي Fe2+ and is able to act as the major oxygen carrying entity by combining reversibly with oxygen. يعني اذا هذا، شوفوا هذا الهيم، عفوا الايرون اللي قلت لكم عليه 2 بلس، هذا هو اللي يرتبط بالاكسجين الايرون. اذا هذا تغير، اذا هذا صار فيرك ستيت، اذا صار اف اي 3 بلس يعني صار مختزل، ما راح يقدر يرتبط بالاكسجين. لذلك من الضروري انه تنتبهون على هذا انه 2 بلس. There is a term called cooperativity. Cooperativity يعني شلون التعاون. It's the term used to describe the interaction of globin chains in such a way that oxygenation of one heme group enhances the probability of oxygenation of another or all heme groups. يعني شنو؟ يعني هنا مثل ما تشوفون من يجي الاكسجين يرتبط بone heme group، بقية اليونتس راح تتحرك بطريقة تسهل عملية ارتباط الأكسجين باليونتس الباقية. مثل ما تشوفون ارتبط الأكسجين بهاي اليونت، تحركت شوية، اجت الأكسجين مرة ثانية to the second molecule and then the third molecule ارتبطت and then the fourth. هذا العملية اللي شفتوها هسه قدامكم اسمها cooperativity، يعني هاي المولكيول تتعاون بيناتها اليونتس حتى ترتبط بالأكسجين. تلاحظون أنه من ارتبط به الأكسجين صار لونه أحمر، يعني صار oxygenated hemoglobin. قبل ما يرتبط به كان deoxygenated، كان لونه أزرق. Okay. هذا
هذا الـ cooperative binding شفتوه راح يرسم لي شنو؟ راح يخليني أرسم كيرف. الكيرف اسمه oxygen dissociation curve. هذا هو.
طلاب هسه طلعت عندكم سلايدات؟ طلاب؟ طلاب جاي تشوفون السلايدات؟ اوكي. طبعا سوري تقطعت عليكم المحاضرة، بس النت هنا شوية كلش ضعيف اليوم. اوكي، نرجع لموضوعنا اللي هو الـ biosynthesis of heme، heme part of hemoglobin. مثل ما قلت لكم أكثر شيء يكون تصنيعه بالبون ميرو راح يكون 70 to 80% موجود incorporated into hemoglobin، والباقي راح يكون تصنيعه بالليفر about 15 to 20% وراح يكون incorporated into cytochrome. الـ biosynthesis of heme راح يكون في مكانين، يعني يسمونه compartmental، يعني two compartments راح تكون. راح نبدي تفاعلنا بالميتوكوندريا وبعدين نطلع للسيتوبلازم نوبة نرجع للميتوكوندريا، فهيك راح يكون السينثيسيس. فراح السينثيسيس اوف هيم ستارتس فروم سمبل مولكيولز، يعني نبدي سمبل مولكيولز ونبدي نبني الهيم صورة المولكيول الكبيرة اللي هي الهيم. So we're going to start with succinyl-CoA. Succinyl-CoA will bind with glycine. Glycine is a simple amino acid. So the combining of these two راح ينطيني شنو؟ ينطيني amino lipoic acid. هاي اختصارها ALA. This is catalyzed by ALA synthase. هذا الreaction catalyzed by ALA synthase. Where this reaction occurs in the mitochondria. This enzyme, ALA synthase, أو نقول هذا التفاعل، هذا الرياكشن يسمونه rate limiting step أو self limiting step. This is the most important step بال synthesis pathway. يعني الجسم من يحتاج هيم راح يبدي يصنع الهيم بطريقة متكاملة، يصنع يقول يحط السكسينيل كو اي والجلايسين ويبدي الباثوي. لكن إذا عندي بالجسم هواية هيم فما أحتاج بعد أصنع. لذلك شنو هذا الرياكشن will be inhibited by heme. يسمونه negative feedback inhibition. negative لان انا راح اوقفه، feedback يعني راح يرجع، inhibition ف negative feedback inhibition. ف this is the most important step in the pathway. This enzyme ALA synthase requires pyridoxal phosphate as a cofactor. Pyridoxal phosphate هو الactive form من الفيتامين B6. لذلك إذا patients عنده فيتامين B6 deficiency راح يكون عنده anemia. As simple as that، يعني واحد عنده B6 deficiency راح يؤدي إلى anemia مباشرة. ليش؟ لأن هذا الإنزيم يحتاج pyridoxal phosphate والجسم ما بي pyridoxal phosphate، إذا ما راح يصنع عندي الهيم وما راح يصنع عندي الهيموغلوبين. Second step will be condensation of two amino lipoic acids yields 4,4-valinogen. Two amino lipoic acids by the enzyme catalyzed, this reaction catalyzed by the enzyme 4,4-valinogen synthase. سيتلاحظون كله synthase لان انا راح جاي اصنع 4,4-valinogen. This reaction occurs in the cytosol، يعني بالcytoplasm. Then, this enzyme inhibited by lead, PBG synthase, يكون inhibited by lead, يعني الرصاص. فlead poisoning راح يؤدي شنو إلى anemia also. طبعاً lead poisoning تسمم الرصاص به هواية symptoms تتشابه ويا بقية الأمراض هواية. لذلك يعني مو رأساً واحد يشخصها، لكن شنو تكون عندكم وين تكون diagnosis. طبعاً lead found in the بالold بالpaint بالصبغ. The old houses الصبغ يحتوي على lead، لذلك هيك تجيكم يعني كيس، هيك تجي التريك بالكيس انه old house painting. فشنو تفكرون بال lead poisoning؟ وال lead poisoning فشنو؟ inhibit this enzyme PBG synthase او porphobilinogen synthase فراح يؤدي الى anemia. This enzyme PBG synthase له اسم ثاني، له اسم ثاني، الاسم الثاني هو ALA dehydratase. أنا خليت لكم هنا بال this lecture خليت لكم PBG synthase بال PDF version اللي نزلتها، خليت لكم صورة تحتوي على مكتوب بها ALA dehydratase حتى تعرفون أنه this enzyme إلى اسمين.
Okay, DBG synthase, it's also called ALA dehydrogenase. Then has the four porphobilinogens combine to form hydroxymethylbilane. Four DBG, four porphobilinogens contain hydroxymethylbilane by the enzyme DBG deaminase. And this occurs in the cytosol. Then hydroxymethylbilane will be converted to uroporphyrinogen 3, and this is catalyzed by the enzyme uroporphyrinogen 3 synthase also. This occurs also in the cytosol. Uroporphyrinogen 3 then will be converted to cuproporphyrinogen 3. لو تلاحظوا هنا نفس الاسم لكن هنا بس بداية يورو راح يتغير إلى cuproporphyrinogen 3. And this is catalyzed by the enzyme uroporphyrinogen decarboxylase. So this is a decarboxylation reaction and occurs in the cytosol. This enzyme, and then this cuproporphyrinogen, 3, will be moved back to the mitochondria and be converted into protoporphyrinogen 9 by the enzyme cuproporphyrinogen oxidase, cuproporphyrinogen oxidase. And protoporphyrinogen 9 will be converted to protoporphyrin 9. هنا شنو تنتبهون؟ لو تلاحظون كل اللي اخذناهن الستركتشرز او الكومباوندز تنتهي مثلا بروتوبورفيرينوجين يوروبورفيرينوجين هاي بورفيرينوجين هنا تحول الى بورفيرين هنا صار الاوكسيديشن يعني this يعني all of these compounds يعني كوبرو بورفيرينوجين اذا مثلا شفتوا كوبرو بورفيرين معناته صار له اوكسيديشن this is the oxidation form of this compound. And then a protoporphyrinogen 9 converted to protoporphyrin 9 by the enzyme protoporphyrinogen oxidase. شوفوا oxidase صار له oxidation. فتحول إلى نفسه هو لكن شنو؟ صار مثلا ما يكون protoporphyrinogen صار protoporphyrin 9. This reaction occurs in the mitochondria. Then the last step will be protoporphyrin 9. راح أضيف لها iron. In the ferrous state, راح يتحول لي إلى the end product اللي هو هيم. طبعا this catalyzed by the reaction enzyme ferrochelatase, and this occurs also in the mitochondria. فالهيم من يعني متكون؟ هيم متكون من iron and protoporphyrin 9. Okay, يعني الهيم آخر part iron, the ferrous oxidation state and in the protoporphyrin 9, راح ينطيني هيم. This enzyme is also inhibited by lead. So lead poisoning also will lead to inhibit this enzyme and lead to anemia. And lead poisoning راح يكون لي anemia by inhibiting two enzymes, PBG synthase and this enzyme, ferrochelatase. طبعا يجوز تشوفون هذا الباثوي صعب مقارنة ليش صعب؟ يعني شنو أسماء يعني الأسماء مالت الكومباوندز تكون شوية صعبة عليكم طويلة أو جديدة عليكم، لكن شنو اكو اكو ميموري ايد يعني اسمها نيمونيك يعني تساعدكم على الحفظ، اكو جمل مختصرة موجودة يعني إذا تبحثون عنها تكتبون هيم سينثيسيس نيمونيك أو هيم سينثيسيس باثوي نيمونيك تكتبون بالجوجل راح يطلع لكم مجموعة جمل تحفظوها تسهل لكم هاي الرياكشنز. مثلا هسه نجي مثلا على أول رياكشن. جلايسين راح يتفاعل ويا سكسينيل كو أي راح ينطيني أل أي. وهذا وين أوكرز؟ أوكرز إن ذا ميتوكوندريا. أنا ما شو واحد مثلا يقول هذا ما أقدر أتذكره أنا. شنو أكو جملة اللي هي مثلا الجملة هي مايتي دراكيولا سكس بلود وذ جليسينينج تيث. هاي الجملة معناها انه دراكولا جبار راح يسحب البلد او يمص البلد باسنانه. طبعا احنا كلنا نعرف دراكولا سكس بلد. اوكي شنو هاي الجملة راح تختصر لي شنو؟ راح تختصر لي اول شيء مايتي تقول يعني تاكد لي انه هذا اوكيرز ان ذا ميتوكوندريا مايتي دراكولا هو انا جاي اصنع هيم
هو ساكس، هو بلاد يعني يذكركم بالبلاد. ما تدركي؟ لا، ساكس ساكسينيل كو اي، كلمة ساكس ساكسينيل كو اي بلاد. أنا أصلا جاي أصنع هيم. وذ جلسنينج تيث، جلسنينج كلمة جلسنينج تشبه جلايسين. ذا جلسنينج تيث راح ينطيني هذا الرياكشن. طبعا راح تلقون كل الجمل الموجودة على موجودة، سهل لكم حفظ هذا ال هذا الباثوي. مثل ما تشوفون هنا we have four reactions occurs in the mitochondria. This one and هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة. هاي شنو occurs in the mitochondria؟ Four steps occurs outside the mitochondria. لهنا تخلص المحاضرة مالتنا. طلاب أكو سؤال عندكم؟ أكو شيء ما فهمتوا أعيده؟ طلاب واضح دكتورة. واضح؟ ماكو شيء ما فهمتوا؟ ما عندكم سؤال؟ Thank you.